يا حاج راضي، يا باشا حضرتك منين في الاقصر؟ اسمي من اسنا. تعرف ان انا بحب اهل الاقصر واسوان جدا. ماشي، انت من ذوقك والله. ربنا يكرمك يا حاج، اتفضل. انا طبعا جيت عندك يوم 7 في القناه، يوم مديتني انت الرقم ووديتني للاستاذه مرتب. كان عندك مشكله في الاصلاح الزراعي صح؟ ايوه تمام. خدت بعد ورحت، رحنا هناك لقينا الرقم راح على فين؟ راح على الاقصر. تمام. خدت بعد من هنا، خدت الرقم ورحت اول امبارح. اتصلت بمين؟ بالاستاذ احمد سمير. تمام. بارك الله فيه. تمام. اللي هو السكرتير اللي قدام المدير المكتب، بكلمه بقول له طبعا الرقم ده شوف من كام، من 2011، خلي بالك وهو نايم هنا في الاقصر وما حدش عرف له دليل. من 2011 2016. تمام. فطبعا جيت بكلم الاستاذ اللي قدام المدير السكرتير بتاع المدير، بقول له الله يكلم الباشمهندس سمير تبع القناه، قال له احنا ما بنكلمش حد. شكرا. المهم جاب الرقم ولا لا؟ جبت الرقم وخط بعدي ورحت فين؟ رحت عندنا في القطاع في البابورات. لقيته نايم عند البشمهندس، اسمه واحد اسمه البشمهندس حنة. الرقم كان لسه نايم عند البشمهندس. ايوه ده قاعد كان في الاقصر، هو بتاع الاقصر، كل ما اجي له الواد بتاع الارشيف ده كل ما اجي له كل ما اروح له يقول لك ما فيش حاجه. دورك لغايه المهم انا وصلت مبارك. يعني انت علشان تعرف ان في رقم جه ولا ما جاش، جيت لغايه القاهره مخصوص وكلمتني، واحنا كلمنا المتحدث او المنسق الاعلامي للهيئه الاستاذه ميرفت، والاستاذه ميرفت ساعدتك ان انت تاخد الرقم. كل ده عشان بس الراجل يجيب رقم يا جماعه. يعني انا عايز الناس تسمع وتعرف اللي يعني زي ما بنشكر المسؤول اللي بيشتغل معانا، ولسه في 2 فلاحين هم مزارعين هم اللي متصلين بيشكروا، وانا بقول لهم المسؤول هو اللي اشتغل، احنا ما عملناش حاجه. النهارده علشان الراجل بس يوصل لرقم اللي اتصدر بيه ورقه ورجع عنده في محافظته، هو اللي يجي القاهرة يدور على الرقم وياخده ويرجع بيه تاني الأقصر عشان يشوف الطلب وصل لفين. الطلب بقى لقيته صحي ولا لسه نايم؟ لقيته نايم يا باشمهندس، والله لقيته نايم، لقيته نايم. واتكلمت شديت مع المهندس اللي هو عندنا في الإدارة في الإصلاح عشان ألقى المفروض هو مين اللي يشد، المفروض السكرتير بتاع المدير بتاع الأقصر. الاثنين دول بيقولوا احنا ما بنتكلمش خناقه. هو ده كله علشان انت عايز تثبت حيازه صح؟ ايوه، لان احنا خلصنا اقساطنا وخلصنا هنينا، عايزين ايه العرف راجع عليه هو على حاجه تافهه. طيب بقول لك ايه، الموضوع دلوقتي موجود عند مين في الاقصر؟ كده في مناحش كده في الـ في, الـ في, في هنا في البابورات تبع المطعنة، الاصلاح في البابورات اللي هو الزمام بتاعنا. طب بقول لك ايه، انت الاعداد هيكلمك تاني وهياخدوا يعني يجمعوا البيانات اللي عندك. بس انا هديك بعد اذنك، بس هديك الرقم اللي هو اللي جاي بيه من الاقصر. ايوه ما انا هاخده، الاعداد هياخده منك. الاستاذ احمد سمير يكلمك، وانا بشكره ان هو تابع معاك. لا هو يشكر الراجل يعني والله يبارك، بس الاستاذه دي اللي بتاعت الاعلاميه دي ما عملتش معايا حاجه. لا هي وصلتنا برضو. لا هو كل واحد ليه دور بيقوم بيه، فاحنا برضو مش عايزين يعني ايه. انا فاهم الظروف. انا بعد اذنك انا اتصلت بيها يعني ما عبرتنيش يعني. بارك الله الاستاذ احمد، بارك الله وشكرا جزيلا. انا الراجل اللي قدر يعدل معاي، مش هقول لك على العموم. لو عموما لو في حد قصر معاك سامحني، واحنا برضو هنكمل كانها مشكلتنا. الورق ده بتاعنا احنا مش بتاعك انت. ماشي خلاص، انت قول الفريق الاعداد وانا هديه الرقم اللي صادر به من هنا عشان يبعتوه يروح على الاقصر، وبعد كده هيربح ثاني يروح مصر. ده قصه طويله قوي، ده رحله طويله قوي. ايوه رحله بقول لك، شوف من 2016 يا باشمهندس، والله كل ده من 2016. حاضر حاضر يا حاج راضي، معلش يا عاد والله. ده انت تؤمرني يا حاج راضي، بشكرك.